Far post, it's in there! كان سلافين بيليتش أحد المساهمين في نادي هاجدوك بمسقط رأسه بمدينة سبيلت عندما طلب منه أن يتولى مهام إدارة النادي لحين البحث عن مدير للنادي، ووافق مبدئياً ولفترة مؤقتة على أداء هذه المهمة. ولكن سرعان ما شعر بحماسة شديدة وهمة كبيرة، حتى أنه قيل أن أرسن فينجر ومارشيلو ليبي قدما له نصائحهما حول التدريب وإدارة الأندية بعد أن زارهما أثناء رحلته إلى أوروبا. كرواتيا، عين بيليتش كبير المدربين للمنتخب الوطني للكبار في 25 من الشهر السابع عام 2006 خلفاً لزلاتكو كرانيكار الذي أخفق في كأس العالم 2006، وضمت قائمة مساعديه مجموعة من زملائه السابقين مثل إيلوسا إيسانوفيتش وريبورت برونسيشكي ونيكولا يوفيتش وماريان ميراميتش. وأول عمل قام به عند توليه للمنتخب أن قام بضم 3 لاعبين من نادي U21 وهم إدواردو ولوكا مودريتش وفيدران كورلوكا. وفي أول مباراة رسمية للمنتخب بقيادة بيليتش فاز منتخب كرواتيا 2-0 في المباراة الودية ضد منتخب إيطاليا بمدينة ليفورونو. Questo intanto è il gol del vantaggio della formazione sorpresi dal croato. Anche se l'azione è stata bella. Scusa, questa immagine di un Liverani con la maglietta completamente zuppa ci dimostra anche il gran caldo che fa, ma non può essere. بينما أول مباراة تنافسية للمنتخب كانت ضد روسيا في المباراة الافتتاحية لدور التأهل من بطولة أوروبا 2008. واجه المدرب الكرواتي نقداً كثيراً عقب هذه النتيجة، وبسبب إيقاف 3 لاعبين هم داريو سما وإيفيكا أوليتش وبوشكو بالبن بسبب هروبهم من المعسكر التدريبي قبل 3 أيام من المباراة. وفي دور التأهل لبطولة أمم أوروبا 2008 قاد بيليتش منتخب بلاده وحقق نجاحاً ملحوظاً في مجموعة منتخب بلاده التي ضمت إنجلترا وروسيا وإسرائيل وماسيدونيا وإستونيا وإندورا، وتربع منتخب كرواتيا على قمة المجموعة. وكان الفضل في ذلك يعود لتكتيك بيليتش، حيث فاز على إنجلترا في مباراة الذهاب والإياب، وبسبب هذا الفوز خرجت إنجلترا ولم تتأهل وطردت مديرها ستيف ماكلارن. شارك بيليتش في بطولة أمم أوروبا 2008، وكان آنذاك أصغر المدربين سناً بفريق ناقص، حيث لم يشارك نجم الفريق إدواردو في هذه البطولة نظير إصابة خطيرة تعرض لها قبل عدة أشهر. ومع ذلك حقق المنتخب الكرواتي بفضل مدربهم إنجازات متميزة، وفاز في جميع المباريات 3 التي لعبها، وظفر بأعلى النقاط في المجموعة لأول مرة في تاريخه، حيث حقق فوزاً مبهراً على منتخب ألمانيا 2-1، مع أن ألمانيا كانت من المنتخبات المرشحة للنهائي. التشكيلة الاحتياطية للاعبين التي لعب بها أمام منتخب بولندا واستطاع هزيمته 1-0 بهدف من إيفان كلاسينيتش كانت قوية في نظر الكثير. حتى أن منتخب كرواتيا أصبح يلقب بالفريق المفضل للجميع، ولكنه سرعان ما خرج في دور ربع النهائي ضد منتخب تركيا. وبعد هذه الخسارة اعترف بيليتش أن هذه الهزيمة سوف تطارده هو ولاعبي المنتخب طوال حياتهم ولن ينسوها أبدا. افتتح منتخب كرواتيا مشاركته في بطولة أمم أوروبا 2012 بفوز ساحق على جمهورية إيرلندا 3-1. سجل مهاجم المنتخب ماريو مانزوكيتش 2 وسجل هدف التعادل كذلك في مباراة منتخب بلاده ضد إيطاليا، ولكن منتخب كرواتيا هزم من أسبانيا 1-0
وخرج من المسابقة في مرحلة تصفية المجموعة، ومع ذلك حظي أداء المنتخب بدعم وثناء واسع عند عودة اللاعبين إلى بلادهم. وحتى بعد مغادرة بيليتش لمنتخب بلاده بشكل رسمي، كان محط الكثير من الثناء على مسيرته الطويلة في خدمة منتخب بلاده، حتى أن جريدة يوتارينيه ليست المحلية اعتبرته المدرب الكرواتي الأول الذي يغادر المنتخب بعد تحقيقه لنتائج إيجابية، وأثنت الجريدة كذلك على جهوده الوطنية لخدمة منتخب بلاده. نادي لوكومونتوف موسكو. وقع بيليتش في 14 من الشهر الخامس عام 2012 عقداً لتدريب نادي لوكومونتوف موسكو بشكل رسمي، وأعلن رئيس مجلس إدارة النادي أن التوقيع مع المدرب لم يكن سهلاً بسبب المنافسة الشديدة عليه من أندية أوروبية كثيرة كانت تسعى لاستقطابه لتدريب لاعبيها. تولى بيليتش إدارة النادي عقب انتهاء فعاليات مسابقة أمم أوروبا، وضمت قائمة مساعدي عدداً من زملائه ومساعديه السابقين عندما كان يدرب منتخب بلاده مثل إليوسا إسافونيتش ونيكولا يوريتيفيتش. وفور توليه لمهامه ومسؤولياته، قام فوراً بالتوقيع مع لاعب المنتخب الكرواتي الدولي السابق فدران كورلوكا، حيث استقطبه من نادي توتنهام هوتسبر بمبلغ 5.5 مليون يورو. بعد أن ترك بيليتش النادي الروسي، دخل في مفاوضات لتدريب نادي التركي، وتم الاتفاق بشكل أكيد في 26 من الشهر السادس عام 2013 على توقيع عقد مدته 3 سنوات بقيمة 4.8 مليون يورو. ووقع بيليتش العقد في 28 من الشهر السادس 2013. وفي مباراة الديربي بين ناديه ونادي غلاتا سراي، طرد حكم المباراة فيرات إيدونيس المدرب بيليتش من الملعب بعد أن تذمر بيليتش من الوقت الإضافي الذي حدده الحكم للمباراة. ثم أعلن رئيس النادي فكرت أورمان في 21 من الشهر الخامس 2015 أن بيليتش سوف يغادر في نهاية موسم 2014-2015. نادي ويست هام يونايتد. بيليتش مدربا لنادي ويست هام يونايتد. مارس 2016 عين نادي ويست هام يونايتد الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الكرواتي بيليتش مدربا له في 9 من الشهر 6 2015، ووقع معه عقدا مدته 3 سنوات. وفي أول مباراة للنادي تحت قيادة بيليتش، فاز ويست هام يونايتد على نادي أرسنال 2-0 في 9 من الشهر 8 عام 2015 في استاد إميريتس. وعقب 3 أسابيع أصبح بيليتش أول مدرب يقود النادي، ويحقق له فوزه الأول على ليفربول في أنفيلد منذ عام 1963. وفي 19 من الشهر 9 حقق بيليتش فوزا ثالثا للنادي على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، محققا بذلك إنجازا جديدا للنادي، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي يفوز النادي خلالها في 3 مباريات ذهاب متعاقبة منذ سبتمبر 2007 ضد أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي في نفس الموسم. وحقق النادي المركز 7 في الدوري تحت إدارة بيليتش، بالإضافة إلى أرقام قياسية من حيث تحقيق أعلى النقاط 62 نقطة وأكثر الأهداف 65 هدف، وفارق إيجابي في الأهداف 14، وأقل الخسائر 8 خسائر فقط. وغادر بيليتش النادي بعد أن حقق له 1.33 نقطة في كل مباراة، وهي أفضل نتيجة تحققت في تاريخ النادي، ولم يسبقه إليها أي مدرب آخر. نادي الاتحاد. أصبح بيليتش المدرب الرسمي لنادي الاتحاد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 27 من الشهر 9 2018. بسم الله الرحمن الرحيم. كسبنا مدرب عظيم بالدوري السعودي وزي ما وعدت نادي الاتحاد، أخوي المجتهد في رأس توهناكم اليوم بس عشان نفتك من بعض المغرضين، إن شاء الله بيوقعون بعد شوي. ويلكم تو سعودي أريبيا أن ويلكم تو المشرفة إن شاء الله. ثانك يو ثانك يو. I want good team and I want champion. Come back and take Asia إن شاء الله. Yeah, thank you. Thank you coach. شكرا يا فارس.